لمزيد من التفاصيل تلتحق بنا مباشرة من قصر المؤتمرات زميلة سمية غانم، أهلا بك. إذن ما الجديد سمية؟ مرحبا أسماء، مرحبا بكل مشاهدين قناة الجزائر الدولية. اختتمت منذ قليل طبعا فعاليات اليوم الإعلامي الذي خصص للاستثمار في قطاع المناجم. اليوم كان غني جدا بالورشات بالمناقشات الافتتاحية استهلها وزير الطاقة والمناجم الجزائري. كان الحديث عن ضرورة واستعجالية ربما مراجعة قانون المناجم لإعطاء تحفيزات أكثر وتسهيلات أكثر للمستثمرين في مجال المناجم، ولا يمكن الحديث عن مجال المناجم دون أن نتوقف عند أكبر مناجم الحديد في العالم وليس فقط في الجزائر وهي غار جبيلات. يسعدني أن يكون معي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب السيد أحمد بن عباس. سيدي، قلت أنه غار جبيلات تعول عليه كثيرا الحكومة للدفع بقطاع المناجم، هل يمكن أن تقدم لنا تفاصيل اليوم لماذا غار جبيلات بالضبط؟ شكرا. للجواب على هذا السؤال نرجع إلى السوق والإنتاج تاع الصلب في الجزائر، لا برودكسيون داسي. اليوم راه ننتج في أكثر من 5 ملايين طن في السنة، وإن شاء الله من على سنتين ثلاثة أي في 2025 نوصل على الأقل 10 ملايين أو 12 مليون طن في السنة. وأكثر المنتجين يستوردوا في المادة الأولية اللي هو خام الحديد، خلاف ما عدا الحجار اللي هو المادة الأولية تاعو من المناجم تاع ونزة أبو خضرة. لذلك واليوم وصلنا رانا نستوردوا في أكثر من 500 أو 600 مليون دولار استيراد، وغدوة يعني على سنتين ثلاثة نوصل مليارين دولار. ولهذا قررت الحكومة باش نشوف كيفاش يعني نقلص من الاستيراد، والفرصة كاينة عن طريق غار جبيلات. هو المنجم الوحيد اللي عنده طاقة كبيرة يقدر يلبي الطلب، ولكن هذه أولا. ثانيا هو فرصة بما أنه كم ميجا بروجي، يعني مشروع ضخم فيه كل وزارات تقريب عندها الدور تاعها تلعبه، وباش ننميو كل هذه المنطقة تاع تندوف من بشار ونهبطوا حتى لتندوف. يعني فرصة كبيرة باش ننمي المنطقة هذيك، خاطر باش نستغل المنجم الكبير تاع غار جبيلات لازم نجيب الطريق، نجيب السكة الحديدية، نجيب الماء، نجيب الغاز، نجيب الكهرباء. وهذه فرصة باش يمكن ننمي ونستغلوا بصفة يعني كبيرة، إنتاج كبير، وفي نفس الوقت نقدر نلبي الطلبات نتاع المنطقة هذيك للسكان أو للزراعة أو للصناعة. بالنسبة لمشروع غار جبيلات، كان هناك مكاتب دراسات للنظر في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، ما هو التقرير الذي قدمه مكتب الدراسات صيني وروسي في هذا الخطوط؟ احنا في عندنا المنجم يعني كميات ضخمة، الاستغلال تاعو سهل خاطر موجود على سطح الأرض، ولكن فيه بعض المشاكل بالأخص تقنية، هي النسبة المئوية للفوسفور، والفوسفور هو غير مرغوب فيه في صناعة الصلب. ولذلك احنا عملنا في الحقيقة مع مراكز دي سنتر دي ريشيرش شينوا اللي عندهم خبرة كبيرة ومدوا سنوات وهم يخدموا في هذا الميدان، وعملنا مع مخابر يعني أبحاث روسية هذه اللي عندهم خبرة وعندنا معهم يعني تاريخ، ووصلنا اليوم النتيجة، عدة نتائج منها الشيء اللي اليوم رانا قدمناه هو منتوج يشبه لافيراي او الخرده، واللي يمكن يلبي يعني الطلبات نتاع باش نلبي الطلبات نتاع السوق الجزائريه، ويمكن نصدر منه. وهذا المنتوج هذا يمكن بفرن يعني فرن كهربائي نصنع مباشره الصلب. يعني هل يمكن تخفيض نسبه الفوسفور اليوم في الحديد؟ هل شيء ممكن اليوم يعني حسب المنتوج؟ احنا اليوم توصلنا عن طريق هذا المخابر الصينية وروسية باش نقلص، وصلنا للنسبة اللي هي مقبولة باش يكون عندنا منتوج مقبول، وإنما لازم نكمل
باش ندير وحدات نموذجية في الجزائر باش نحسن هذه الطريقة اللي نصنع بها المنتوج وباش نخفض من الكلفة. الكلفة يعني واش نستهلك ككهرباء كمواد تدخل في صنع المنتوج باش يكون المنتوج تاعه في النهاية يكون يعني كومبيتيتيف في السوق، قادرين نبيعوه يعني بأثمان مقبولة فيما يخص السوق الداخلي أو التصدير. وزير الطاقة والمناجم الجزائري اليوم تكلم على أنه في الأسابيع القادمة سيكون هناك توقيع اتفاقية في بالنسبة لمنجم غار جبيلات، هل نقول اليوم أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح؟ إن شاء الله، يعني الشيء اللي قاله الوزير صحيح، وإحنا نستنوا في أسبوع أو أقل من أسبوع باش نستقبل الدراسة نتاع الشريك نتاعنا صيني مكون من 3 شركات صينية، مجمع يعني صيني مكون من 3 شركات باش يعطونا أول النتائج تاع الدراسة اللي عملوها، وإن شاء الله تكون يعني الفال تاع خير على خاطر وصلنا يعني للنتيجة وباش نمضي معاهم شراكة باش نديروا شركة مختلطة، لأن الحكومة اليوم قرار هو باش نكمل المشروع في إطار شراكة، ماهوش شركة فيرال اللي هي شركة عمومية وحدها بل مع شريك نمضي نكون شركة مختلطة ونكمل المشروع في الخطوات هذه اللي مازالوا، ومن بعد الاستغلال والتسويق. نعم، هما قادرين يعاونونا باش نسوق كميات كثيرة في السوق الخارجية. شكرا جزيلا لك، شكرا على كل التفاصيل التي قدمتموها، هذا كل ما لدينا لحد الآن، العودة إليك أسماء لاستكمال باقي الأخبار الاقتصادية. شكرا لك سمية غانم، كنت معنا مباشرة من قصر المؤتمرات.